السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين بخصوص اشتقاق. التمرين الاول غنديروا واحد السلسله ديال التمارين باش نحاول نفهموا مزيان هذا الشيء ديال الاشتقاق وعموميات حول الدوال، يعني اصلا كيف ما كنعرفوا الاشتقاق عنده علاقه بالدوال، يعني غنحاول شويه نافونسيو في هذا الشيء. فما شباب ناخذ واحد اف دو اكس كتساوي ليا، غناخذ بزاف ديال التمرين، يعني هذا غير واحد التمرين، والفيديوهات الجايه ان شاء الله غنديروا تمرينات اخرين. يساوي اكس كاري زائد اكس زائد واحد ناقص الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. هذه هي اف وجد اكس عطاو ليا كتساوي اكس ناقص الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. مفهوم الشباب؟ قالوا لي كسيدي هنايا في السؤال الاول بين ان كلكو سوا اكس ينتمي الى ار، بان لا فالور ابسولي ديال اكس اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا الراسين جذر مربع جوج جي ديال اكس كاري زائد واحد. مفهوم شباب؟ السؤال الثاني اللي كبين ان كلكو سوا اكس باردون ار جي دي اكس انفيريور ا ان دومي. فما شباب بون. السؤال الثالث كيقول لك استنتج ان جي بريم ديال اكس ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا اكس باتيان ا ار. فما شباب السؤال الرابع قال لك ادرس الرتابه ديالاش ديال الداله اف. مفهوم الشباب؟ كنشوفوا دابا بان ان هذا التمرين هذا كندورو يعني بزاف ديال الاسئله، يعني ثلاثه ديال الاسئله تقريبا غير باش نوصلوا للرتابه ديال اف. واف حنا عطاوها لينا بدلاله الجي، يعني ماشي عطاوها لينا، قال لنا بينوها يعني بدلاله الجي باش نلقاوها بدلاله الجي. والجي لقيناها بان غادي نلقاوها بان انفيريور ان دومي، ومن بعد غادي نستنتجوا الديريفي ديال الجي، ومن جي غادي نعرفوا الرتابه ديال اف. مفهوم الشباب؟ هادشي كامل باش تعرفوا بان الصيغه ديال التمرن كتكتب على شكل هاد الصيغه هذه، يعني ديما كيكونوا اسئله تمهيديه باش توصل للهدف اللي هو الرتابه ولا السد التمثيليه ديال الداله. هادشي اللي كاين الشباب. المهم ندير واحد التصحيح. دونك اولا نبينوا هاد الداله هادي، نبينوا هاد لا فورمول هادي، نبينوا بان لا فالور ابسولي ديال اف كتساوي الراسين ديال جوج. ما عليناش، كنشوفوا بان لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس، وهاد لا فالور ابسولي منين كتجي لنا حنا اصلا، يعني كيف ما كنعرفوا الا كان اكس الراسين دو اكس او كاري كيعطيني ديما كيساوي لي لا فالور ابسولي. يعني غنحاول نجي من هادشي هادي، يعني غادي نفترض، يعني غنحاول نحسب اف كاري، ومن بعد نجي ندير لها جذر مربع، راه هادي هي كتساوي نيت الراسين ديال اكس كاري. يمكن لي نجي هنا ندير جي ديال اكس كاري، جي ديال اكس كاري بلس ان، نجي نعوضها هنايا ونشوف ونمشي معايا، يعني هادي نحاول من هادي ونوصل لهادي، هاديك حنا غادي نحاول نبداو من هاد الطرف نوصلو لهاد الطرف هذا. نجي نحسب اف كاري، نجي نحسب اف كاري تعطيني شي حاجة، ومن بعد ندير الراسين ديال اف كاري. ملي غادي ندير ليها الجذر المربع يعطيني لا فالور ابسولي، وغادي نشوف واش كتعطيني هادشي. مفهوم الشباب؟ نحسبوا اف وكاري، اف سيدنا اش كتساوي ليا؟ عندي راسين زائد راسين، يعني بحنا قلنا ا زائد بي الكل استثنان متطابقه هامه، يعني هي كتساوي ا وكاري زائد بي وكاري ناقص جوج ا بي. ا وكاري اش كتساوي ليا؟ الراسين ديال اكس كاري مهم هادشي مع استثنان غتولي ليا لا فالور ابسولي كيف ما قلنا هنايا، كيف ما قلنا في هذه الحاله هذه غتعطيني لا فالور ابسولي ديالك اللي هي اكس كاري زائد اكس زائد واحد ناقص زائد اسمحوا لي زائد اكس كاري ناقص اكس زائد واحد القيمه المطلقه حيت استثنان. مفهوم الشباب؟ راه ا ناقص بي الكل استثنان على هذا الشكل، هذا هي ا استثنان زائد بي استثنان ناقص اثنان ا بي. مفهوم الشباب؟ اش بقى ليا؟ ناقص
دو ا بي ا كيف ما كنعرفوا هي لا بارتي الاولى بين لا بارتي الثانيه، يعني الراسين ديال اش ديال اكس كاري زائد اكس زائد واحد مضروبه في الراسين، مضروبه في الراسين نفسه، يعني يمكن لي ندخل الراسين مضروبه في الثاني هذا اكس ناقص اكس زائد واحد. هذه منين جاتنا؟ يعني كيف ما كنعرفوا ان الجذر المربع نديرو هنا، ان الجذر المربع ديال ا مضروبه في الجذر المربع ديال بي كيساوي ليا الجذر المربع ديال ا مضروبه في بي. الجذر ما عندي فيه حتى شي اشكال، الجذر المربع ديال ا سيغ الجذر المربع ديال بي اش كيساوي ليا؟ هو الجذر المربع ديال ا سيغ بي. وهكذا دابا لك الشاهد ديال الاعدادي. ما عيناش الشباب، مفهوم؟ امشي مع هادشي. لا فالور ابسولي، لا فالور ابسولي، وخديت كلكو سوا اكس ينتمي الى اغ. وباش نجي نحيد هاد القيمه المطلقه خصني ندرس الحاله ديال هاد العنصر، هاد العناصر اللي كاين وصل القيمه المطلقه. وكيف ما قلنا بان كلكو سوا اكس ينتمي الى اغ، كيف ما كان الا جينا خدينا اي عدد، اي عدد عوضناه في هاد اكس كاري و اكس غيعطيني ديما هاد الفونكسيون اللي دخلانيه، غتعطيني ديما انها ستريكتومون بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ غتعطيني ستريكتومون بوزيتيف، يعني ما كاينش اصلا جذر ليها. مي غادي نحاول انا ندير نحسب الدلتا، غيعطيني بانه انفيريور ا زيرو. مفهوم؟ يعني اصلا ما عندهاش، ما كتساويش ليا زيرو في حتى شي عدد، ولكن كتساوي لي زيرو في المجال، يعني في لي نومبر كومبلكس. حنا خدامين غير في اخ. مفهوم الشباب؟ يعني هذه ما كتنعدمش، يعني اصلا هذه يعني بوزيتيف، يعني موجبه قطعا. دونك يمكن نحيد لا فالور ابسولي من دون حرج، يعني اكس كاري زائد اكس زائد واحد. نفس المساله لهذه القضيه هذه حتى هي، يعني ما كتنعدمني في حتى شي عدد. نجي عوضت واحد، اولا جيت حسبت انا الدلتا غتعطيني حتى هي ان في ايو زيرو، يعني ما يعني الحل ديالها كاين في الاعداد العقاديه، ما كاينش في اخ. مفهوم الشباب؟ ولكن الا جيت عوضت اي عدد في اغ، عوضته في هاد المعادله هادي، غيعطيني بانه ستريكتومون بوزيتيف. مفهوم؟ خديت واحد، واحد مع مع ناقص واحد يتولي زيرو، تولي واحد او كاري. اي عدد خديته ا مع ا اوسيتنا، لا اوسيتنا راه كبر من موان اكس بلس ا، يعني ديما غير العدد هذاك يكون اكبر من زيرو. مفهوم الشباب؟ يعني غندير بلس بلس اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. حيتاش دابا اصلا لا فالو غابس فين نكتبها، ما عندناش لا فالو غابس ديال اكس، عنده جوج حالات، يا اما كيساوي ناقص اكس اذا كان اكس انفيريو ا زيرو، وكيساوي ليا اكس اذا كان اكس انفيريو ا زيرو سوبيريو ا زيرو. مفهوم الشباب؟ يعني الا كان اكس ينتمي الى المجال زيرو موال انفيني، دونك لا فالو غابس ديال اكس كتساوي ليا موان اكس. الا كان بوزيتيف ينتمي الى المجال الموجب، فان اكس كتساوي، فان لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي ليا اكس. فهم هادشي درنا هنايا. دونك ما عليناش، جوج راسين هنا عندي الضرب، غنحاول ننشر هادشي. يعني كنشوف هنايا يمكن لي ننشر ولكن دابا كنشوف بان واحد اكس كاري زائد واحد معاوده ليا، كاينه هنا اكس كاري زائد واحد، وهنا عندي اكس كاري زائد واحد. نجي نبينها واحد شي شويه باش تبان لينا مزيان. زائد واحد اللي نزيد ندير زائد اكس، مفهوم؟ مضروبه في اكس كاري زائد واحد ناقص اكس. هذا خدينا هو ا، هذا بي، ا ناقص بي. مفهوم الشباب؟ عطاتني هي ا زائد بي مضروبه في ا ناقص بي، وهذه راه واحد المتطابقه هامه، هي ا بلس بي عامل لي ا موان بي. اش كتعطيني؟ راه هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. مفهوم الشباب؟ ما عليناش، نجي نحسب هذه هي الاولى، اكس كاري زائد اكس كاري اللي هي جوج اكس كاري، اكس ناقص اكس زيرو، واحد زائد واحد دو، ناقص اثنان عامل لا ياش ا او كاري ناقص بي او كاري. كيف ما شفنا هنا، ها هي ا، ها هي بي، ها هي ا، ها هي بي. مفهوم الشباب؟ ا هي اكس كاري بلس ا، بي هي اكس، ا هي اكس كاري بلس ا، بي هي اكس، ا موان بلس بي، ا موان بي. كنطبق هاد المتطابقة الهامة، دونك اكس كاري زائد واحد تؤسي اثنان ناقص اكس أس اثنان.
مفهوم الشباب. دونك غادي نمشي مع هادشي، يمكن نعمل بدو دو عامل شنو اكس كاري زائد واحد ناقص جذر مربع ديال اكس كاري زائد واحد وكاري ناقص اكس كاري. وكيف ما كنشوفو هنا بانها قريبة لجد اكس، كنعلم ان بان جد اكس اش كتساوي ليها، هي اكس ناقص الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. مفهوم؟ انا شنو بغيت؟ بغيت نبين نحسب غير بغيت انا هاد اف كاري تعطيني واحد العدد دالة جوج جي ديال اكس كاري بلس ان، يعني غادي نحسب هاد الجي باش نسهل عليا الحساب، باش نعرف فين غادي انا اصلا. خصني نبين هاد الشيء، خصني نبين هاد الجي ديال اكس كاري بلس ان اش كتساوي ليا، هي اكس كاري بلس ان ناقص الراسين ديال اكس كاري بلس ان او كاري ناقص اكس كاري بلس ان ناقص واحد. مفهوم؟ هاد ناقص واحد زائد واحد شنو هي؟ عطيني زيرو ديريكت. مفهوم؟ يعني ناقص واحد زائد واحد عطيني زيرو، عفوا، يعني بقى لي ناقص اكس كاري اللي هي نفسها هادي اللي شلاش وصلنا حنا هنا. مفهوم؟ هي اكس كاري اللي جيت حسبتها عطيني ناقص جذر مربع اكس كاري زائد واحد لو تو كاري ناقص اكس مربع. مفهوم؟ اللي هي هادي اللي لاش وصلنا حنا هنايا، يعني يكفي ليا انني نزيد واحد هنا وننقص واحد غير باش نعرف فين انا غادي. هاي كتساوي لي اكس كاري زائد واحد نديرها وسط الاقواس ناقص جذر مربع ديال اكس مربع زائد واحد كاري ناقص اكس كاري زائد واحد ندير ناقص، غندير ناقص واحد هنا اكس كاري زائد واحد زائد واحد. حيت هنا الا جاب الله غندير باش تمشي لي مي غتدخل ناقص مع واحد تولي ناقص واحد زائد واحد باش تعطيني ديريكت هاد اكس كاري. مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ حيت دابا هنا راه عندي واحد زائد، هادي راه نسيتها، يعني عندي ناقص اكس كاري ناقص واحد مع زائد واحد، يعني غادي ندير زائد واحد وغادي نزيد واحد. بحال نقصت واحد، نقصت واحد وزدت واحد، مع هاد الناقص غيدخل اكس كاري وغيدخل ناقص على واحد، غادي يولي ناقص واحد زائد واحد، يعني بحال ما درت والو، زدت واحد ونقصت واحد. مفهوم؟ غير باش نبينها بحال لا فورميل هادي، بحال ديال جد اكس اصل الاولى. مفهوم؟ يعني دابا هادي اش كتساوي ليا، ها اكس، ها اكس كاري، ها اكس عاود لي زائد واحد اللي هو اكزاكتومون جي ديال اكس. فهم؟ دونك هادي اش تعطينا، هي اثنان عامل لي جي ديال اش، ديال هاد الشي اللي داخل، واحد هو اللي كيتعاود لينا اللي هو اكس كاري زائد واحد. فهم الشباب؟ دونك اف مربع اش كيساوي ليا، كيساوي ليا هاد الفورمولا هادي. وباش نبين داكشي اللي بغيت، باش نوصل داكشي لاش بغيت، غندخل جذر مربع على الطرفين بجوج، تعطيني لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس. غندخل جذر مربع تعطيني لا فالور ابسولي ديال اكس، وندخل جذر على الطرف الاخر، يعني تولي هي جوج جي ديال اكس كاري زائد واحد. مفهوم الشباب؟ ها السؤال الاول بيناه. مفهوم الشباب؟ دونك دوزو السؤال الثاني اللي هو بين ان جي دي اكس انفيريور ستريكتومون ا ان دومي كلك سوا اكس ابارتونون ا ار. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول انني نحسب، ندير الطريقه اللي سهله، يعني ندير كلك سوا اكس ينتمي الى ار، نبين الفرق ديالهم، ان جي دي اكس موان زان دومي انفيريور ستريكتومون ا زيرو. مفهوم الشباب؟ يكفي انني الى بينت هذه، دونك امبليك ليا بان جي دي اكس انفيريور ان دومي. مفهوم؟ نجي نحسب هادي، جد اكس موان زان دومي اش كتساوي ليا، هي اكس ناقص الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد ناقص واحد ناقص ان دومي. مفهوم؟
اللي كتساوي ليا اكس ناقص ان دومي موان راسين دو اكس كاري موان اكس بلس ان. مفهوم الشباب؟ دونك شنو هما لي كونديسيون باش نحاول نضر نبين بان هادي راه انفيريور ا زيرو؟ هادشي هو اللي خصني نقلب انا فين غادي. خصني نبين بان جي دي اكس موان زان دومي ستريكتومون انفيريور ا زيرو. شنو اللي عندي دابا لحد الساعه؟ ان كيكو سوا اكس ينتمي الى ار، مهما يكون اكس ينتمي الى ار، وعندي الراسين كنعرف ان داخل الراسين كيكون موجب قطعا، يعني هذا الراسين هذا اللي داخل داكشي اللي داخل ديالو اكبر قطعا من الزيرو. و الى جيت حسبت هنا شفت هاد الدليل الوسط، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى ار فراه كيحقق لي هذاك الشرط ان اللي داخل ديال الجذر المربع راه اكبر قطعه من الزيرو. مفهوم الشباب؟ دونك الراسين اكبر قطعه من الصفر، يعني هاد الناقص هذا اللي غيكون على الجذر المربع يعني ام كيستلزم ليا ان هاد لابارتي هادي نيجاتيف، يعني واحد جزء من هاد الجد اكس موان زان دومي راه انفيريور ا زيرو. بقات لي هاد لابارتي هادي خصني ندرسها، يعني خصني ندير واحد فصل الحالات، يعني غندير في حالة اكس اكس موان زان دومي انفيريور ا زيرو. الا كان انفيريور ا زيرو يعني ندير في حالة الحالة الاولى اذا كان اكس موان زان دومي انفيريور ا زيرو. الا كان هاد لابارتي انفيريور ا زيرو وكنعرف بان هاد لابارتي هي انفيريور ا زيرو، راه كي امبليك ليا بان جاد اكس موان زان دومي انفيريور ا زيرو، ومن هنا المطلوب. مفهوم؟ يعني الحالة الأولى راهي فغي. مفهوم الشباب؟ دونك إذا كان إكس موان زان دومي انفيريور ا زيرو، ونعلم أن موان راسين ديال إكس كاري موان إكس بلس أن تاهي راه ستريكتومون انفيريور ا زيرو، إذن راه جي ديال اكس اي مجموع ديال جوج ديال المعادلات او جوج ديال لي بارتي نيجاتيف، مجموع ديال دو بارتي نيجاتيف، يعني هاد لا بارتي ديال جي ديال اكس موان زان دومي هادي راه هي ستريكتومون انفيريور ا زيرو، ويستلزم ليا بان جي ديال اكس انفيريور ستريكتومون ا ان دومي. ومن هو المطلوب هادي في الحالة الأولى، يعني في حالة x موان زان دومي انفيريور ا زيرو. مفهوم؟ وفي الحالة الثانية غادي نشوف x موان زان دومي إلا كانت سوبيريور ويغال ا زيرو. مفهوم؟ يعني غادي ناخد نشوف هاد الكونديسيون هادي وغادي نحاول ندرسها في الدالة اللي هي جد x موان زان دومي اللي عطيتها من قبل. مفهوم؟ نشوفها واش غادي تحقق ليا، واش غادي تحقق ليا أن جد x موان زان دومي انفيريور ستريكتومون ا زيرو. مفهوم؟ الا كان جد اكس موان زان دومي انفيريور ستريكتومون ا زيرو، سو كي ايكيفالو انا شنو؟ ان اكس موان زان دومي موان راسين ديال اكس كاري موان زي اكس بلس ان انفيريور ستريكتومون ا زيرو، ياك؟ حيتاش ديجا عندي هادي سوبيريور ا زيرو موان هادي، بون ما عندناش، سو كي ايكيفالو انا شنو؟ انا x موان زان دومي انفيريور ستريكتومون على راسين دو x كاري موان x بلس 1. دابا غادي نشوف نتحقق من هادي، من ان جد x موان زان دومي انفيريور زيرو، واش كتحقق ليا بهاد لا كونديسيون ان x موان زان دومي سوبيريور ايغال ا زيرو. مفهوم الشباب؟ سو كي ايكيفالون رفع اس اثنان للطرفين بجوج x موان زان دومي لو تو كاري اي انفيريور ستريكتومون ا لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان اكس بلس 1. وكيف ما كنعرف ان داكشي اللي كيكون ان الجذر كيكون سوبيريور ستريكت سوبيريور ايغال ا زيرو، دونك الا حيدت لا فالور ابسولي ما كاين حتى شي اشكال، او ابار على هذا الشيء ان الداخل ان اكس كاري موان اكس بلس 1 كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار فهي هذه الداخل راها بوزيتيف. مفهوم؟ يعني يمكن لي نحيد لا فالور ابسولي من دون اشكال، يعني كت انفيري ستريكتومون اكس كاري موان اكس بلس 1 سو كي ايكيفالو. ننشر هذه المتطابقه هما، هي اكس كاري ناقص 2 فوا اكس فوا ان دومي اللي هي اكس زائد ان كار اللي هي ان دومي على بيسونس 2.
inférieur strictement à x carré moins x plus 1. Ce qui est équivalent à x qui est x carré moins x moins x. Il y a un quart inférieur strictement à 1. De la condition, elle dit vrai. Donc, un x, un g de x moins 1 demi inférieur à 0, sera vrai. Bon. Donc, on le halal l'oula ou le halal tania, on est stentis un a ou bien un a g de x moins 1 demi est inférieur strictement à 0, ce qui implique que si libre ou l'exercice. Les voies un g de x inférieur strictement à 1 demi. Vous voyez, mes chers? ومن هنا كيقول بين او استنتج ان جي بريم ديال اكس سوبيريور ا زيرو كيلكو سوا اكس ينتمي الى اخ. مفهوم؟ عندي من قبل في الاسئله اللي من قبل انني بينت لا فالور ابسولي ديال اف عندها علاقه بالراسين ديال اش ديال جوج جي ديال اكس كاري بلس 1 ياك يعني عندي اف علاقتها بجي هذه غادي نستعملها في السؤال اللي من بعد ماشي هذه اللي غادي نستعمل في السؤال الثاني بينت بان جي دي اكس انفيريور ستريكتومون ا ان دومي يعني هذه العلاقه هذه غادي نحاول نستعملوها في السؤال هذا غادي تنفعنا في السؤال في السؤال ديال الاشتقاق واش جي سوبيريور ا زيرو جي بريم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف نمشيو نحسبوا جي بريم كنعرفوا بان جي دي اكس اش كتساوي ليا اللي هي x ناقص الراسين ديال x مربع ناقص x زائد واحد ياك الشباب كنعرفو بأن الجي قابل للاشتقاق قابل للاشتقاق على r لأنها مجموع دوال قابل للاشتقاق مفهوم الشباب حيتاش هذه حدودية قابلة للاشتقاق وهذه دالة جذرية اللي هي تا هي قابلة للاشتقاق مفهوم Donc, quel que soit x, ينتمي إلى R. J'ai نحسب g prime. بالعلاقات اللي ديجا شفنا. g prime كتساوي اللي هي عندي مجموعة ديال الدالتين اللي هي x prime ناقص الراسين ديال x كاري ناقص x زائد واحد تهي مشتقة ديالها. فهم الشباب؟ Donc, x بريم شناهي واحد ناقص كيف ما كنعرفو هادي على بويسونس ان دومي الراسين كيساوي هو لاسين دو اكس اللي هي اكس على بويسونس ان دومي و لا بويسونس ان دومي يعني اكس على بويسونس ان الاشتقاق ديالها كنعرفو اللي كنزل دوغري اكس على بويسونس ان موان زا كنقص واحد من البويسونس دونك هادي غتولي ليا ان دومي عامل لي اكس كاري ناقص x زائد واحد على بويسونس ان دومي ناقص واحد غنقسم البويسونس واحد اش تعطيني واحد ناقص دو يعني صافي موان زان دومي دونك موان زان دومي وكيف ما كنعرف هذه دالة ماشي غير x يعني كنخرج الاشتقاق ديال الدالة اللي كتكون داخل الجذر يعني كنحسب الاشتقاق ديال اللي داخل الجذر اللي داخل الجذر x كاري الاشتقاق ديالها هو 2x الاشتقاق ديال ناقص اكس اللي هي موان زان الاشتقاق ديال واحد صافي زيرو مفهوم دونك ستادير كو ان موان دو اكس موان زان سور دو موان زان كيف ما كنعرفو اكس على بويسونس موان ان اللي هي ان سور اكس على بويسونس ان يعني الا كانت الموان في البويسونس يعني راه كاينه في المقام مفهوم الشباب يعني دو اكس كاري moins x plus 1 à la puissance 1 demi. Il faut me chercher. Hadi, il y a déjà un mot. On a un bien à voir, je vais te donner un bien. 2x moins 1 à la 2 racine de x carré moins x plus 1. Ou le had sa'a, mais il me kinch l'y a de bon arf, anna qui va j'dire j'ai pris, moi je positif ou le négatif. Rétin haoun. نجمع هادشي نوحد المقام ونجمع ونشوف شنو غادي يعطيني نكتب هنا المقام الموحد شنو هو هو دو
racine de x carré moins x plus 1. Donc c'est 2 racine de x carré moins x plus 1 moins 2x plus 1. علاش بلوس؟ يعني ملي كندخل موان غيدخل ليا الموان هنا غيولي ليا بلوس، مفهوم الشباب؟ دونك الى عملت بواحد دو هنايا الفوق واش غتعطيني؟ دو فاكتور ديال راسين ديال اكس كاري موان اكس بلوس ان موان اكس بلوس ان، مفهوم الشباب؟ Donc sur 2 racine de x carré moins x plus 1. هذه كتبان ليا هي الجي او بالاحرى ناقص الجي، مفهوم؟ حيت الجي عندي فين هي الجي؟ دونك ها هي الجي عندنا دابا، هذه هي الجي موان جي صافي ناقص x بلس راسين دو x واللي هي هذه، مفهوم؟ دونك c'est-à-dire que كتساوي moins 2 fois g de x. Pour moi, chaleur. Zaid 1. Et là, 2 racine de x carré moins x plus 1. لحد الساعة تقريبا وصلت لداكشي اللي بغيت، يعني بغيت كيفاش بدالة الجي، حيتاش عندي واحد العلاقة ديال الجي اكس انها انفيريور ستريكتومون ا ان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك انفيريور ا ان دومي، وعندي هنا جي دي اكس عندي جي بريم دي اكس بدالة الجي، يعني كيف كيف ما كنعرف بان الراسين في المقام ما عندي فيه حتى شي اشكال، راه بوزيتيف، مفهوم؟ او ديفيرون دو زيرو كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار. دابا خصنا نعرف غير اشاره، يعني دابا اشاره جي بريم هي اشاره هادشي الفوق، مفهوم؟ كنعرف بان جي دي اكس انفيريور ا ان دومي، مفهوم؟ الى ضربت في جي دو دو جي اكس شتعطيني انفيريور ا ان، مفهوم؟ سو كي امبليك الى ضربت الى زدت دون الى ضربت واحد الموان هنايا دو فوا جي اكس، يعني ضربت في ناقص واحد غتقلب ليا المتفاوته غتولي سوبر ستريكتومون ا ان ا موان زان، بغيت نقول donc moins 2 g de x supérieur strictement à moins 1, ce qui implique ou ce qui est équivalent à ce qu'on a l'équivalent c'est qu'il y a le rabais on a moins 2 g de x d plus 1 plus 1 tarafin ça fait plus 1 moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc هاد لا بارتي هادي اللي هي هادي اللي بغيتها، اللي بغيت نعرف الاشاره ديالها، ولقيت بانها سوبيريور ا زيرو، سو كي امبليك ان جي بريم ديال اكس استريكتومون بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ لتحت كيف ما قلنا المقام راه بوزيتيف، يعني يكفي لي انا عرف غير الاشاره ديال الفوق، والفوق راه عرفت الاشاره ديالو اللي هو اكبر قطعه من الزيرو، دونك جي بريم بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ نمشيو دابا للسؤال الاخير اللي هو نستنتجو او نوصلوا للرتابه ديال او نوصلوا للرتابه ديال اف، مفهوم الشباب؟ الرتابه ديال اف، رتابه الداله اف، يعني نحس يعني من اشتقاق ديال اف بريم، مفهوم؟ وكيف ما كنعرفوا من الاسئله السابقه اننا توصلنا في السؤال الاول ان لا فالور ابسو ديال اكس توصلنا بانها كتساوي الراسين ديال 2 جي دي اكس كاري بلس 1، مفهوم؟ ولقينا بان جي دي اكس انفيريو ستريكتومون ا ان دومي، ولقينا بان جي بريم ديال اكس اي ستريكتومون بوزيتيف، مفهوم؟ انطلاقا من هاد الشيء اللي وصلنا ليه، من هاد لي فورمي اللي وصلنا ليهم، يمكن لينا نوصل لاف بريم، مفهوم؟ يعني اف بريم نديرها هنايا غادي نعرف كيفاش، ولكن دابا هنا عندي واحد الاشكال بدالة الجي، يعني عندي هاد لا فالور ابسولي، خصني نعرف وقتاش اف بوزيتيف وقتاش نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ ولكن قبل كنشوف بان اف دو اكس، اف دو اكس اللي كتساوي ليا جذر مربع ديال اكس كاري زائد اكس زائد واحد
موا الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد. هذه دالة فردية، يكفي لي انني نعرف الدالة كيفاش دايرها على لا بارتي بوزيتيف، ونرسم الممثلة ديالها بالنسبة للمركز ديال المعلم. مفهوم الشباب؟ بون، هاد الدالة هادي باش نتأكد بأنها فردية، هنشوف. نحسب اف موان زان دو اكس، واش تعطيني باش نعرف بأنها فردي، باش تلتزم ليا بأنها فردية، يعني اف دو اكس، اف دو موان اكس كتساوي ليا موان اف دو اكس. يعني إلا مونطريت هادي، يعني اف راه دالة فردية. نعوض اكس بموان اكس، يعني موان اكس كاري بلوس موان اكس بلوس ان، موان لو راسين ديال موان اكس كاري موان موان اكس بلوس ان. مفهوم الشباب؟ يعني صافي راسين دو موان اكس كاري اللي هي اكس كاري مربع ما فيه حتى شي اشكال، بلوس موان يعني موان اكس بلوس ان، موان اكس كاري، موان اكس هي اكس كاري، ناقص ناقص اللي هي زائد اكس زائد واحد. مفهوم الشباب؟ دونك هذه بدالة اف كتساوي ليا الناقص ديالها، يعني هاد لا بارتي خصني نديرها نضربها في موان، اللي هي غتولي ليا زائد اكس كاري زائد اكس زائد واحد، وهاد لا بارتي دخل عليها موان غتولي موان الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد، هي واللي هي اف. مفهوم؟ دونك ناقص اف ديالاش ديال اكس. دونك من هنا اف دو ناقص اكس كتساوي ناقص ديال اف دو اكس، من هنا دالة فردية. وكيف ما قلنا الدالة الفردية يعني كتكون متماثلة بالنسبة لأصل المعلم. مفهوم؟ إذا كانت دايرة بحال هذا الشكل هذا، يعني غتكون دايرة بحال هذا الشكل على اليسار، يعني هذا مثال، كانت دايرة هكا غتكون دايرة هكا. مفهوم؟ يعني متماثلة بالنسبة لأصل المعلم. يعني يكفي لي أني ندرس اف كيفاش دايرة على لا بارتي بوزيتيف، يعني من زيرو بلوس لانفيني، ونرسم المماثلة ديالها بالنسبة للمركز للمعلم. مفهوم الشباب؟ يعني ناخد لا بارتي بوزيتيف، يعني كيكو سوا اكس سوبيريور ا زيرو أو ينتمي إلى ار بلوس، مهما يكون اكس سوبيريور ا زيرو، نشوف اف كيفاش دايره، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نشوفها، غادي نعرف بان اكس كاري موان اكس انفيريور ستريكتومون ا اكس كاري بلس اكس. اكس كاري راه هي اكس كاري، موان اكس راه انفيريور ا اكس، هذه راه حاجه عاديه الشباب. دونك غنبدا موان اكس باش نقاد شويه الامور، موان اكس انفيريور ستريكتومون ا اكس، حيتاش اكس راه ستريكتومون بوزيتيف، بحال خديت واحد راه اكبر من ناقص واحد، يعني ناقص اصغر قطعا من واحد. مفهوم؟ زدت اكس كاري، اكس كاري راه بوزيتيف، علما ان اكس بوزيتيف واكس كاري هي بوزيتيف، نزيدها في الطرفين بجوج ما عندي حتى شي اشكال. مفهوم؟ غادي نزيد واحد في الطرفين في لي دو بارتي بلس 1 انفيريور ا اكس كاري بلس اكس بلس 1. مفهوم؟ دونك اذا دخلت الجذر المربع ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد انفيريور جذر مربع ديال اكس كاري زائد اكس زائد واحد. مفهوم؟ سوكي امبليك، غنشوف انا اف كيفاش خصني توصل لاف كيفاش دايره ليا في لا بارتي بوزيتيف، يعني هي الراسين دو اكس كاري بلس اكس بلس 1 راه ناقص، نحول هذا الطرف الاخر، ناقص الراسين ديال اكس كاري ناقص اكس زائد واحد اللي هي ستريكتومون بوزيتيف، دونك راه اف بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ اف بوزيتيف مهما يكون اكس ينتمي الى ار بلس، يعني في لا بارتي بوزيتيف كيف ما قلنا. مفهوم الشباب؟ دونك يمكن لي نحيد لا فالور ابسولي في الدلاله هذه، يعني نحيد لا فالور ابسولي، يعني لا فالور ابسولي ديال اف، يعني مهما يكون، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى ار بلس، لا فالور ابسولي ديال اف اش كتساوي ليا هي اف. مفهوم؟ دونك نعلم ان لا فالور ابسولي ديال اف كتساوي ليا راسين ديال 2 جي ديال اكس كاري بلس 1، دونك و لا فالور ابسولي ديال اف كتساوي ليا اف،
دونك اف اش غادي تساوي ليا؟ دونك اف دو اكس غتساوي ليا هي الراسين ديال دو جي ديال اكس كاري بلس ان. مفهوم الشباب؟ انطلاقا من هذه يمكن لي نوصل للرتابة ديال اف، مفهوم؟ يعني نعرف غنا اف بريم اش كتساوي ليا بدالة هذه، بدالة هاد الفونكسيون هادي، حيتاش جي بريم راه عندي من قبل شحال راه بوزيتيف، و جي راه انفيريور ان دومي، يعني غادي نجي نحسب لنا المشتقة ديال هاد الدالة هادي، مفهوم؟ دونك غادي نجي نحسب الاشتقاق، عندي اف قابل للاشتقاق في المجال ار بلس، يعني في مجال بلس لانفيني المجال مفتوح زيرو، المجال مفتوح، مفهوم الشباب؟ علاش؟ يعني هو مركب ديال دوال قابل للاشتقاق، مركب دوال قابلة للاشتقاق في المجال بطبيعة الحال زيرو بلس لانفيني، حيت الجي ديجا درنا ليها الاشتقاق، والمركب ديال الجي ديال اللي هو اكس كاري بلس ان تا هي راه قابلة للاشتقاق دالة حدودية، مع الجذر المربع، يعني المركب ديال الجي مع الجذر، والجذر كنعرفو بأنه تا هو قابل للاشتقاق، دونك راه المركب ديال دوال قابلة للاشتقاق. مفهوم الشباب؟ دونك غادي نجي نحسب ديريكتومون اف بريم اش كتساوي ليا. دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى ار بلس اتوال، اف بريم اش غادي تساوي ليا؟ اف بريم دو اكس، عندي مركب ديال دوال مركب ديال دوال، يعني ثلاثة ديال التركيبات، يعني بحال قلنا اف غون جي غون واحد في، غادي نشوفو كيفاش، يعني جذر مربع ديال دو جي ديال اكس كاري بلس ان، المشتقة ديال هادي كنعرفو بأن جذر مربع ديال واحد فونكسيون اف اش كيساوي ليا ديريكت، ملي كنشوف انا جذر مربع كنحاول نرد على بويسونس، يعني كندير اف على بويسونس ان دومي بريم، اش غادي تساوي ليا هادي؟ هي ان دومي اف، كنقص البويسونس كنقص منه واحد، يعني موانس ان دومي، ان دومي ناقص واحد هي موانس ان دومي، فوا اف بريم، مفهوم؟ هادي اللي غادي نطبق انا هنا، يعني دو غتبقى ليا، يعني غنخرج ان دومي هذا هي الاولى، ان دومي سكالير غيبقى ما عندي فيه حتى شي اشكال، وغادي ندير هاد الشيء كامل فوا جي بريم، جي بريم ديال اكس كاري بلس ان فوا هادي على بويسونس موانس ان دومي، يعني دو جي ديال اكس كاري بلس ان على بويسونس موانس ان دومي، يعني هي ان دومي ناقص واحد كيف ما شفنا، مفهوم؟ دونك دو غتمشي ليا مع دو، دونك هادي راه هي المشتقة ديال هادي اللي داخل، مفهوم؟ اللي هي اف بريم، مفهوم الشباب؟ جي بريم غادي نشوف شحال تساوي ليا، دابا هاد جي بريم هادي راه مركب دالتين، مفهوم؟ كيف ما كنعرفو راه وصلنا للجي جي بريم اش كتساوي ليا، ما عليناش، مركب ديال دالتين اف ديال جي بريم اش كندير؟ كنخرج جي كندير ليها بريم، وكندير اف بريم ديال جي، مفهوم الشباب؟ كنخرج هذه للداخل كندير ليها المشتقه ديالها اللي كندير الاشتقاق ديال اف ديال جي، مفهوم؟ يعني غندير المشتقه ديال هذه للداخل اللي هي 2 اكس، اكس كار اللي هي 2 اكس بلس ان المشتقه ديالها اللي هي 0 فوا جي بريم ديال اش ديال اكس كاري بلس ان، مفهوم؟ يعني غنحسب انا المشتقه ديال جي اش كتساوي ليا ونعوض بها ديريكت، مفهوم الشباب؟ مضروبة في دو جي اكس كاري بلس ان على بيسونس موانز ان دومي، اللي تساوي ليا هي دو اكس فوا جي بريم ديال اكس كاري بلس ان، دابا هادي راه ماشي جي بريم، راه المشتقة كاملة، مفهوم؟ يعني الاشتقاق كامل، ولكن هادي لا، يعني راه خرجت هاد الاشتقاق اللي كاين لداخل اللي هو جوج دو اكس فوا جي بريم اللي جي بريم بوحدها، يعني راه ماشي كامل، ماشي مركب ديال دالتين، لا غير ديال جي بوحدها، على بيسونس موانز ان دومي، يعني هي راسين مربع ديال دو جي ديال اكس كاري بلس ان، مفهوم الشباب؟ هذه هي اف بريم، كيف ما كنعرفوا بان جي اكس راها، وكيف ما كنعرفوا ان
انا الجي بريم توصلنا في السؤال السابق ان الجي بريم دي اكس ستريكتومون بوزيتيف، و هاد اكس كاري بلس ان تا هي بوزيتيف مهما يكون اكس ينتمي الى ار بلس ايطوال، مفهوم؟ دونك المركب ديالهم راه بوزيتيف، يعني الجي بريم ديال اكس كاري بلس ان راه بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ دونك كيلكو سوا اكس سوبيريو ا زيرو، دوز اكس اللي هي فوا جي بريم ديال اكس كاري بلس ان سوبيريو ستريكتومون ا زيرو، دوز اكس بوزيتيف، جي بريم ديال اكس كاري تا هي بوزيتيف، دونك راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك يكفي ليا انني نشوف دابا لا بارتي اللي كاينه في المقام، مفهوم؟ بينت بان دوز اكس، دوز اكس فوا جي بريم ديال اكس كاري بلس ان بوزيتيف، خصني نتاكد بان دوز جي دي اكس كاري بلس ان تا هي بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ دونك نفترض بان جي بريم ديال اكس راها بوزيتيف، ونشوف ماشي جي بريم، نفترض ان جي ديال اكس كاري بلس ان راها بوزيتيف، ونتاكد واش غتعطيني داكشي صحيح ولا لا، ونجي نعوض، نجي نعوض في الجي ديال اكس، اش غتعطيني؟ اللي هي اكس كاري بلس ان موان جذر مربع ديال اش؟ اكس كاري بلس ان او كاري موان اكس كاري بلس ان بلس ان، مفهوم الشباب؟ اللي هادي بانها اكبر من الزيرو، مفهوم؟ نتاكد واش كتساوي، واش كتحقق لي هذا الشرط هذا، هنا غتعطيني اكس كاري بلس ان ناقص جذر مربع ديال اكس كاري بلس ان او كاري ناقص، ادخل ناقص اكس هتولي اكس كاري ناقص واحد زائد واحد صافي زيرو، مفهوم؟ انها اكبر من الزيرو، يكافي نديها ديال الطرف الاخر، اش تعطيني؟ اللي هي جذر مربع اكس كاري زائد واحد كاري ناقص اكس كاري راه انفيريو ستريكتومون ا اكس كاري بلس ان، باش نحيد الجذر غنرفع استثناء، مفهوم؟ وعندي هاد هاد لي دو بارتي تاهم بوزيتيف، يعني كيف ما كنعرف الا كانت ا انفيريور ا بي امبليكو ا كاري انفيريور ا بي كاري، الا كان ا و بي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك هادي او كاري تعطيني هي لا فالور ابسولي، وهادشي اللي دخلته هو بوزيتيف كيكو سوا اكس ينتمي الى ار بلس اطوال، هادشي راه كامل راه خدامين في اكس ينتمي الى ار اطوال بلس، مفهوم؟ غنرفع اس اثنان اللي هي اكس كاري بلس ان او كاري ناقص اكس كاري انفيريور ستريكتومون ا اكس كاري بلس ان لو تو كاري، دونك صافي كو غتمشي لي هاد اكس كاري بلس ان او كاري مع هادي، غتبقى لي ناقص اكس كاري انفيريور ا زيرو، مفهوم؟ ونعلم ان كلكو سوا اكس ينتمي الى ار اطوال بلس، ان اكس كاري راه بوزيتيف، مفهوم؟ اكس كاري بوزيتيف، يعني الا دخلت الناقص ضربت في موان غتولي ليا نيجاتيف، يعني فغي، دونك هادي اللي توصلنا، هادي اللي توصلنا راها صحيحه، هادي اللي توصلنا راها صحيحه، دونك جي ديال اكس كاري بلس ان راها بوزيتيف، يعني هاد لا بارتي ديال المقام راها بوزيتيف، دونك البسط بوزيتيف والمقام بوزيتيف، دونك اف بريم راها بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ دونك الاشتقاق ديال الداله اف راها تزايديه قطعا، دونك اف راها تزايديه قطعا على ار اطوال بلس، مفهوم الشباب؟ دونك اف تزايديه قطعا على المجال 0 بلس لانفيني، وكنعرف بان اف داله فرضيه، يعني تماثل بالنسبة بالنسبة للأصل المعلم، مفهوم الشباب؟ دونك اف هي راها تزايدية على ار موان، مفهوم الشباب؟ يعني كيف ما كنشوفوا بأن إذا كان الشكل ديالها تزايدي على هذا الشكل، المهم اي حاجه درنا ليها بحال هكا راه غتكون نفس كل، يعني جايه والتزايديه، مفهوم الشباب؟ كانت تزايديه على ار بلس راه غتكون تزايديه على ار موان، كون كانت زوجيه يعني غيكون التماثل بالنسبه للمحور ديال الاراتيب،
مفهوم؟ يعني إذا كانت على هذا الشكل هذا غتكون ديري على هذا الشكل، يعني إذا كانت تزايدية غتكونها تناقصية، مفهوم؟ دونك اف راها تزايدية، مفهوم الشباب؟ ممكن منه المطلوب. نتمنى الفيديو يكون مفهوم شوية، إلا كاين شي ملاحظة ولا شي حاجة في هاد ليكزارسيس، شي حاجة ما مفهوماش، يمكن لكم تخليوها في الديسكريبسيون. والسلام عليكم.